الشهيد أحمد صابر منسي كان معانا في مدرسة الشهيد فتحي عبد العظيم بسنهوت، كنت أنا بديله في المدرسة، هو ومحمد أخوه كنت بديهم لغة عربية، وهو كان بقى معايا مشترك معايا في الإذاعة والصحافة، كنت أنا مشرف الإذاعة والصحافة في المدرسة في الوقت ده، هو كان معايا على طول وهو في سنة رابعة وفي سنة خمسة، وكان جريء جدا، كان أخلاقه عالية جدا، كان جد من يومه، تحس فيه بالرجولة وسابق سنه، يعني أحمد كان سابق سنه، بيطلع معانا تعال نروح الصحافة اعمل مجلة اشترك معانا في الإلقاء حديث صحفي، ما كانش بيتأخر وكان جريء جدا، هو اللي بيقوم بالأحاديث كلها، هو اللي كان بيقوم بكل المقالات الصحفية، أي مجلة كان بيشترك معانا فيها غير المقالات ديت، وكل الحاجات ديت مسجلة بالصور معانا، بناخد تسجيل معانا بتاع زمان ده، وكان بيشتغل معانا فيه، وكنا بنسجل كل الأحاديث ديت مع الناس، وما كانش بيتأخر عن المدرسة في أي حاجة خالص، لأنه كان جريء وكان صارم من يومه، تحس إن هو من يومه كده عسكري، بيعمل حوارات مع مدير الإدارة، مع مدير التعليم الابتدائي، مع الناس اللي في التعليم الابتدائي كلهم، عملنا أحاديث مع مدير الشؤون المالية والإدارية، مع مدير التعليم الابتدائي، مع مدير الإدارة التعليمية بنية القمح، عملنا أحاديث كتير مع موجه القسم، مع ناس كتير، كان ملتزم جدا، وكان في بالنسبة للتفوق الدراسي كان متفوق دراسيا جدا جدا، حتى كان بيقعد في فصل غير فصله، يعني هو كان في رابعة يروح يقعد في خمسة، في خمسة يروح يقعد في ستة، لأنه كان اتنقل من خمسة وإيه الناس اللي هم راحوا في خمسة وستة ويا بعض، من كمانه شاطر ونابغة، فكان بالتالي فبيروح في فصل عشان يقعد مع محمد اخوه في الفصل، وكان في طابور الصباح طبعا في الاذاعه معانا على طول، في يقرا كلمات، يقرا حديث، يقرا جورنان معانا من صغره، هو كان متميز جدا في النشاط ده. احمد كان في مدرسه الشهيد فتحي عبد العظيم بسنهوت، طب هو وجوده هنا موجود ليه؟ هو مش من سنهوت، انا سمعت ان هو اصلا بني قريش، وكان والده طبيب للوحده الصحيه في الوقت ده، فبالتالي هم قاعدين في استراحة في سنهوت، فبالتالي ولاده معاه، كان زمان بيقعد الدكتور في استراحة ولاده معاه، فبالتالي بقدم لهم في المدرسة اللي ايه اللي هو فيها، فبالتالي كان معانا في الشهيد فتحي عبد العظيم.